كويس. ده كده بقى ايه، احنا عندنا راجعين، الامكانيه احنا لكده كده راجعين من الكورونا على الدوري خلاص. بالظبط، ماشي هنبتدي بقى فتره اعداد تانية. ماشي. يا اما احنا نكمل، يا اما تجيبوا مدرب في الفتره دي يوقف يشتغل، الفرقه. ايوه يشتغل بحيث ان هو يتعرف على اللعيبه كويس ويتعرف اوي، على الدنيا كلام واحنا منطقي. للامانه، واحنا للامانه كنا يعني ناس بنتعامل معاهم بكل شفافيه، لان ده نادينا، احنا عايزين ننجح، عايزين ننجح والنادي كمان يبقى حاجه كويسه. ان انا بعشق تراب النادي ده، يعني انا ما لا يعني انا دخلت النادي كنت حاسس ان انا ممكن اخرج منه وانا محطوط في العلم على الكفن، هخرج منه على الموت بيتش على طول. ربنا يا رب يدي لك طول بجد العمر انا والصحة. دي كانت حياتي للامانه، يعني ده كان توقعي مع النادي الاسماعيلي. فانا النادي ده بعشقه، فلازم اي حد بيشتغل فيه، حتى لما انا كنت بره، انا كنت بره النادي ده 2 او 23 سنه. للدرجة دي انت عينك بربنا يعني بص انا يعني الإسماعيلي بيمثل لك ذكريات كتيرة وحاجات كتيرة. هو مش بيمثل لي، هو جوايا عايش يعني. انا النادي ده بالنسبه لي حاجه جميله. ف 23 سنه بعيد عن النادي، وان انا اخش واتفرج على ذكرياتي القديمه ما وبتاع، كنتش عايز تخرج. بقول لك انا توقعي كده، توقعي كده ان انا مش هخرج منه غير وانا على الكفن يعني. ربنا يديلك طول عمرك، ما تعرفش يعني تاني. كده ده دماغي.